مساء الخير ويعطيكم ألف عافية بحلقة جديدة من برنامج مستثمر ناجح، والله يتقبل صيامكم وطاعاتكم يا رب. معاكم المهندس محمد أيوب، والحلقة اليوم بعنوان استوحيته من قصة. بصراحة كنا قاعدين أنا وشخص قال لي مهندس محمد، طب أنا بدي أفوت المجال العقاري، بس أنا كيف فيني أكون مستشار عقاري ناجح؟ فاليوم الحلقة بعنوان عقلية المستشار العقاري، وكيف الشخص بيوصل لمكان بيقدر يقول عن حاله أنا فعليا مستشار عقاري ناجح. خلينا نبلش الحلقة اليوم بعنوان عقلية المستشار العقاري، فخلونا نقسم الحلقة لثلاث أجزاء، نحكي عن العقلية، نحكي عن المستشار، ونحكي عن العقار. بس صدقوني أول جزئين أهم. أنا اليوم مهما كان عندي خبرة عقارية أو معرفة عقارية، إذا ما كان عندي عقلية سليمة وما كنت بتعامل مع الزبون كأني مستشار بدي أنصحه، أنا مش هنجح في المجال العقاري. بتمنى نكون كلنا متفقين على هاي النقطة. طيب إذا إجينا نبلش بالعقلية، بدي أعطيكم خمس نقاط مهمة. أولا الإيمان بالنفس، هذا ينطبق على كل المجالات يا جماعة. أنا ما بقدر أوصل لمكان أوصف حالي بالناجح بهذا الشيء إذا ما كان عندي إيمان بالنفس. طب بتقولوا مهندس شو يعني إيمان بالنفس؟ الإيمان بالنفس لما أنا تخيلت حالي حكون ناجح في هذا المجال، كنت عم بتخيل مش بس عأكون ناجح، كنت عم بتخيل متى حتكرم، وين تحتكرم، وين حتكرم، وليش تكرمت. كنت عم بتخيل أجوبة من مستثمرين عندي عم بدعولي مهندس محمد بارك الله فيك على الاستثمار الناجح اللي عملت لنا إياه، بارك الله فيك على النصيحة. فأنا تخيلت هذا النجاح وبلشت فيه من اليوم الأول. ممكن تقولوا إنه عم نبالغ، صدقوني والله العظيم يا جماعة ما عم نبالغ. لما نحس انه هذا الشيء بدنا اياه، صدقوني حنصير نتخيل ونحلم فيه. فالإيمان بالنفس كتير مهم. من جزء الإيمان بالنفس جربوها، امسكوا ورقة وقلم وقولوا انا بدي هاي الأهداف، بدي أآمن انه بقدر أحققها. طب أهداف مثل شو؟ لنكون أكثر عمليين، أهداف مثل شو؟ مثلا انا اليوم شغال اموري تمام بس بدي سيارة ارتب، بدي احط سيارة، بس ما بكفي اكتب سيارة ارتب، بدي احط شو النوع اللي انا بتخيله، شو الاشي اللي بآمن انه بستاهله. تمام، بدي استثمر في بيت، بدي أستأجر بيت أكبر، بدي أساعد أهلي، بدي أعلم أختي إلى آخره. بدنا نكتب هاي الأهداف ونحددها بأرقام، فهذا بيجي من الإيمان بالنفس وأعرف حالي وين رايح. نقطة 2 كتير مهمة، الإيجابية والسلبية. خليني أسألكم سؤال، اليوم مين بيعرف يتعامل مع المشاكل أكتر؟ شخص وقع بميت مشكلة ولا شخص ولا بعمره واجهته أي مشكلة؟ بلا شك اللي واجهه مشاكل كتير لأنه تعود عليهم وصار يعرف كيف يتعامل معهم. فاليوم الإيجابية إنه أنا إذا وقعت بمشاكل عادي أهم إشي أقوم، مش غلط إنه أوقع، أهم إشي إنه أقوم. يعني خليني أعطيكم مقولة كتير مهمة كتير عانت لي بحياتي لشخص كتير مهم ويمكن معظمكم بيعرفه، مايكل جوردن أشهر لاعب كرة سلي. شو قال؟ قال I failed over and over and over again in my life and that's the reason why I succeed. أنا فشلت بحياتي مرة واثنين وثلاثة وأكثر وهذا كان السبب إنه نجحت. نقطة 3 نقطة كتير مهمة في مجالنا العقاري، اليوم لتنجح في هذا المجال بدك تطور نفسك وتطور حديثك. يعني بلا مآخذة، اليوم لأنجح أنا بدي أترقى من مكان لمكان، بدل ما بيع هالقد أبيع هالقد، وأقدر أبيع وأقدر أوصل للأشخاص اللي بدها ناس أقوى لتساعدهم باستثمارات كبيرة. فاليوم بلا مآخذة، أنا إذا رحت وقعدت مع مستثمر أو رجل أعمال وما كان عندي حديث أحدثه، كيف بدي أبني العلاقة؟ ما هو يا جماعة أنتوا حطوا في بالكم إنه العقار هو مش بيع برودكت، هو منه برودكت، وأي بيع أي شيء في الدنيا لازم أنت كمسوق أو كمستشار بدك تبني علاقة مع الشخص اللي بيحتاج هذا الشيء بالأول، علاقة شخصية ليوثق فيك ومن ثم حيفكر يوثق في المنتج اللي انت عم بتبيعه. فاليوم لأبني هاي العلاقة، أي شخص، أي مستثمر، أي رجل أعمال بتشوف شخص مقابله قاعد عارف حاله شو عم بيحكي، مش والله دارس إنه هذا المشروع هالقد سعره هالقد مساحته موجود هون. طب تمام، ما هو بقدر ألاقيهم على جوجل، بس أنا ما بقدر ألاقي على جوجل بكل سهولة شخص يفسر لي شو عم بيصير في البلد. يعني أوكي شو طلع أخبار؟ طيب شو خطة دبي لعام 2040؟ طيب شو أخذوا قرارات الحكومة وهي القرارات كيف بتأثر على هذا المجال؟ طيب شو وضع الاقتصاد؟ طيب شو وضع العملة؟ نسبة السكان؟ كم وحدة سلمت هديك السنة؟ إلى آخره. فاليوم بعيدا عن الخبرة العقارية بدي أطور نفسي وأطور حديثي، أعرف أتثقف
أشوف أتابع أخبار، فهي النقطة كتير مهمة وركزوا عليها كتير لأنه فعليا بتغير كل مجريات اللعبة. نقطة رابعة وهي النقطة كتير بآمن فيها بأي مجال مش بس بالعقارات، اليوم بدك توصل لمكان معين ساعد الناس توصل لهذا المكان وصدقني حتوصل أسرع، وهذا الشيء أنا بآمن فيه وهذا طبقته في مسيرتي في المجال العقاري. يعني اليوم أنا سبقت غيري في المجال، تعلمت تثقفت صار عندي معلومة صار عندي طريقة ناجحة إلى آخره، أسلوب معين بعمري ما بخلت على حدا بالمعلومة. أي شخص جديد بيجي أو مش جديد بيسألني طب شو رأيك طب ساعدني، كنت أعطيه والله العظيم من كل قلبي لأنه كنت بآمن إنه هذا الإشي حيرجع لي، والحمد لله رجع وألف الحمد لله. فاليوم يا جماعة نقطتين من هذا المحور، أولا ساعدوا غيركم ليوصلوا معكم وصدقوني حتوصلوا أسرع، ونقطة تانية دايما بنقولها بدك توصل لمكان معين تابع ناس وصلوا بهذا المكان وتعلموا منهم، فهن هول الناس اللي حتتعلم منهم هن اللي بيساعدوك وبوصلوا أسرع، وإنت لو بلشت تتطور وساعدت غيرك لأنه هذا الشخص بده يتعلم منك ليوصل للمكان اللي انت فيه على الاقل لغايه ما يوصل للاكبر، حتكون عم تتطور بطريقه اسرع. ومن هذا المحور بدي انتقل لنقطه كتير مهمه، انه بالمجال العقاري بعمرك ما تقارن حالك بحدا، لقيت حدا سابقك في المجال تعلم منه، لقيت حدا عم بحقق ارقام اعلى عادي جدا افرح لهم وما تخلي هذا الشيء الا تحفيز بالنسبه لإلك، ولكن قارن نفسك بنفسك، يعني شوف هل انا من سنه لليوم تطورت، هل انا من هذاك الشهر لليوم تعلمت شيء جديد، هل علاقاتي مع العالم تطورت، فما تقارن نفسك إلا بنفسك، وإذا لقيت عم بيكون في تقدم وتقدم حلو وإنت راضي عنه إنت تعتبر ناجح. نيجي نحكي جزء بسيط عن النقطة الثانية واللي هي المستشار. شو يعني كلمة مستشار؟ يعني أنا اليوم لما أحكي عن حالي مستشار بدي أكون قد هاي الكلمة، يعني اليوم إذا إجاني شخص بده يستشيرني لازم أقدر أعطيه الجواب وأعطيه المشورة. طب اليوم يا جماعة لو إجينا نشبه حالنا بأي حدا مجال عملي معين من السوق غير العقارات، نحن العقاريين نشبه الأطباء، لأنه اليوم لما تروح عند دكتور بعيد الشر عن قلبك وقلبك وقلبكم، لما تروحوا عند دكتور ما بتقولوا له أنا بدي 1-2-3 يعطوني، ما بقولكم طب يلا خدوا هذا كتير منيح لإلكم، لا يسألكم سؤال واثنين وثلاثة، طب من وين الوجع، طب متى حسيت فيه، طب ليش، طب عندك عوارض، طب ما كل إشي قبل 100 سؤال ليقدر يشخصك ويكون فعليا عم بيعطيك الاستشارة سليمة. ونفس الشيء العقاري، بدك تفكر بكل ديل أو بكل زبون بيجي لعندك إنه هو جاي يستشيرك مش جاي يشتري من عندك. نحن يا جماعة لا نملك أي عقار، أنا دائما بقول نحن لا نملك أي عقار، أنا ما عندي مبنى ومضطر أبيعه اليوم لأنه مصرياتي مجمدة، لو عندي هذا الاضطرار ممكن أقول خليني أبيعه وأقنع حدا فيه، لا ما أنت السوق مفتوح قدامك. اللهم إن يكون عندك الخبرة يكون عندك المصداقية وعقلية المستشار، وبس الزبون يجي ما هذا بده يشتري يلاقي عندك هاي المصداقية والخبرة ويحسك عم بتفيده من كل قلبك، صدقني صار الديل ولا أسهل من هيك. وهاي أغلب الديلات اللي بنسكرها. فأولا العقلية كتير مهمة، إنه أتعامل كأني مستشار كتير مهم، وبلا شك يكون عندي الخبرة العقارية الكافية. تمام، خلينا هلأ نيجي للإسم اللي هو العقار، عقلية المستشار العقاري. عندي العقلية اللي بتساعدني أنجح في أي مجال، وهي العقلية لازم تكون لأي شخص. أوكي عم بتعامل مع الزبون كأني مستشار، طب هلأ إجا عنا البارت الثالث اللي هو العقار، أنا كيف لازم أكون ملم لتكون مستشار عقاري ناجح وقوي جدا؟ اولا بدك تآمن انه بعمرك ما حتكون بتعرف كل شيء، بدك تضل تتعلم كل يوم، وبدك تسمع من فلان ومن علان وتقرأ هذا الخبر وتتابع اخبار العقارات والارقام كم وحدة تسلمت. بدي اكون ملم بخارطة دبي وطرقاتها ومناطقها وبحرها وداون تاون تبعيتها وين السيارات وين العجقات وين المفارق كل هاي الأمور. اليوم إذا أنا بدي أنصح شخص بهذا العقار وسألني أنا كيف بوصل على هذا العقار، تخيلوا أجاوبه أقول له بتحط جوجل مابس أو ويز، يعني مش زابطة. بدي أكون عارف الطرقات لأنه هذا لما سألني هو عارف الطرقات، بدي أقول له والله بمشي من شارع الشيخ زايد شارع الخيل شارع حصة إلى آخره. بدي أعرف إنه بدبي في 4 طرقات أساسية بهذا الاتجاه وفي عندي 3 بهذا الاتجاه مثلا، بدي أكون عارفهم، بدي أكون عارف الخارطة، بدي أكون ملم بالمطورين وعارف طب هذا المطور أي فئة من المشاريع بتراح، هذا المطور أي فئة، هذا المطور أي فئة. نفس الشيء بدي أكون ملم في المناطق، طب هاي المنطقة أي فئة من الناس بتناسب. وخلينا ألخص لكم بشغلة كتير حلوة وإكسرسايز بعمله دايما بدرب فيه ودايما بقول عنه هذا بسهل عليكم كل شيء، اللي هو المنطقة أو المطور أو الزبون لازم
دائما نحطه بكاتيجوري يا ألف يا باء يا جيم. هاي الكاتيجوري خلينا نسميها يا أفوردبل يا أما بريميوم أرتب يا أما لكجري وسوبر لكجري. في عنا مثلا أرجان جي في سي دبي لاند، هاي تعتبر أفوردبل أرياز، يعني مناطق بيقدر الشخص يستثمر فيها، منها بريميوم منها الأرتب ومنها السوبر لكجري. فيني أقول عن البزنس باي، محمد بن راشد، كريك هاربر، هاي مناطق بريميوم، هاي أرقى وأرتب. وفيني أقول عن السوبر لكجري، هاي مناطق أفخم وفخمة جدا، مثل النخلة، مثل إمارات هيلز، مثل بعض الفلل في دبي هيلز إلى آخره. نفس الشيء المطورين، أنا بصنفهم لمطور بيطرح عقارات أفوردبل بريميوم لكجري. ونفس الشيء للزبون لما يجي، ما هو عم بيعطيني طلبه، هو عم بيقول لي محمد أنا محتاج لعائلتي، أنا عائلتي بدها 3 غرف نوم في منطقة لا تتعدى هاي الميزانية، أو في منطقة لا تعتبر فخمة أو سوبر فخمة أو بريميوم، لا بدنا بمنطقة متواضعة. فهذا غري من روح هذا الزبون، بدنا نلاقي له منطقة أفوردبل، طور أفوردبل. هيك سهلنا على حالنا العملية، وبلا شك قراءات وأمور وأتابع السوق في المحور، مش بس بدبي، يعني السوق الإقليمي عن العقارات. يعني اليوم بقعد أنا بتحدث مع ناس مصريين، بعرف شوي عن السوق المصري، بعرف شوي عن السوق التركي، بعرف بالخليج، بعرف الخطة بالسعودية شو عم بيصير. لهيك يا جماعة بدنا نثقف حالنا ونكون ملمين بخبرة شوي إقليمية مش محلية. هذا بالصعيد الواسع، بالصعيد الضيق أسمه الموضوع لثلاثة كاتيجوريز. هذا هيك بطريقة very simple، وصدقوني إذا اتبعنا هاي الأمور حننتقل لمرحلة حتغير علاقتنا مع المستثمرين أو مع الزباين. بتمنى الحلقة تكون فادتكم، وهي كانت على طلبكم. كتير ناس قالوا لي محمد احكي لنا كيف الايجنت يبلش، أو كيف المستشار، أو كيف الوسيط بيصير مستشار إلى آخره. فهاي الحلقة كانت لإلكم، ورمضان مبارك علينا وعليكم يا جماعة، ورمضان كريم. نشوفكم بالحلقة الجاية.